المشكلة حقيقة أنه أولا موضوع الأجهزة الكهربائية عالميا، إحنا ما نحكي عالميا بالعراق، أنه الأجهزة القديمة تستهلك طاقة كهربائية كبرى أكبر من الأجهزة الجديدة. ومثل ما تفضل زميلنا الدكتور أنه قال يجب على الحكومة منع استيراد الأجهزة المستهلكة الكهرباء، هي أصلا ما أكو العالم تنحكي فيها بالعالم. مثلا أنت تروح تستورد أجهزة، دائما الأجهزة القديمة استغني عنها. وحاليا كل ما دا تتقدم الامور ودا تتقدم الوقت دي يعني عالميا دا يهدفون الى ترشيد استهلاك الكهرباء. لذلك انت ما راح تلقى من تروح تستورد، انت كتاجر تروح تستورد اجهزه تكييف يقولوا لك هاي على الموديل القديم وهاي الموديل الجديد. اذا تسمح لي، هي الكهرباء مثلا طافيه 10 ساعات وجايك بالحكي وتجيها ساعتين، فاول المواطن يرشد بالضبط. المشكله وين؟ يروح يشغل. مثل ما تفضل زميلي قال انه اكو بعض المناطق اللي حصل فيها خصخصه في بالكهرباء، فيجب ترشيد استهلاك الكهرباء. عندنا احنا المشكلة انه بس اجت الكهرباء الكل فتحوا كل شات مال البيت كليته، فهاي هي المشكلة. بينما هاي الثقافة اللي نتحدث عنها، هي الثقافة، هاي ثقافة المواطن. فيجب تعاون، اكو شيء مهم، احنا نظل نلوم الدولة، احنا يجب ان يكون تعاون ما بين المواطن وما بين الدولة. مثل ما نقول انه اكو تعاون ما بين هي الدولة ليش ما تلفذ هذه النقاط؟ ليش ما تنفذها؟ لان هي مقصرة. وهي هنا المشكلة، انه هي اكو تقصير من الجانبين، ما تقدر تنفذ شروطها، اكو تقصير من الجانبين. لكن انت لما تكون مثلا هسه حضرتك مثلا لو بيتك 24 ساعة موجود الكهرباء، اوتوماتيكيا انت ما يحتاج هاي الغرفة، بريدة تكافي على الطفل تبي. هي هنا المشكلة، بس يجب فهذه تنتفي بوجود الطاقة الكهربائية. اقول ثقافة يجب تعاون، يجب ان يكون اكو تعاون ما بين المواطن والدولة، هذه ما بدنا نفتقدها. لا دكتور، ثقافة الاستهلاك السيء هي راح تنتهي، ما أنت توفر الطاقة الكهربائية. أكيد أكيد. ضربت مثال درجة حرارة الغرفة، هي تلقائيا بعد أنت تطفي بويدة الغرفة هي أوتوماتيكية. لا هو أصلا الثيرموستات ما يقفل، يطفي الثيرموستات الغرفة يقفل.